طلابي الأعزاء، معكم المعلمة صغير سليم من المدرسة الفلسطينية المشتركة بدولة قطر ومادة التنشئة الوطنية للصف الرابع. طلابي الأعزاء، الوحدة الأولى بمادة التنشئة الوطنية ستكون بعنوان أعرف وطني فلسطين، وعنوان درسنا اليوم شكل فلسطين. قبل أن نتعرف على شكل فلسطين، هيا بنا طلابي الأعزاء نتعرف على الاتجاهات الأربع الرئيسية: الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. شاهد معي عزيزي الطالب خريطة وطني فلسطين وحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: هل تمتد فلسطين بشكل طولي أم عرضي؟ ومن أين تتسع؟ ومن أي اتجاه تضيق؟ والآن بعد أن شاهدنا خريطة فلسطين نستنتج: أولاً، تمتد فلسطين بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب. ثانياً، متسعة في الوسط. ثالثاً، ضيقة عند طرفيها الشمالي والجنوبي. شاهد معي عزيزي الطالب خريطة وطني فلسطين وحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: هل تمتد فلسطين بشكل طولي أم عرضي؟ ومن أين تتسع؟ ومن أي اتجاه تضيق؟ شاهدوا معي أعزائي الطلاب خريطة فلسطين، وتعالوا نتعرف على الدول القريبة منها من جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبعد أن شاهدنا خريطة فلسطين، وجدنا أن الدول القريبة من فلسطين من جهة الشمال هي سوريا ولبنان، ومصر من جهة الجنوب، والأردن من جهة الشرق. أما من جهة الغرب لا يوجد دول، إنما البحر المتوسط. تعالوا معي أعزائي الطلاب نشاهد أشكال الدول العربية القريبة من فلسطين، وأولها سوريا، ثم خريطة لبنان، وخريطة مصر، وأخيراً الأردن. إذن طلابي الأعزاء، هل تتشابه أشكال الدول العربية القريبة من فلسطين؟ بالطبع لا، فلكل دولة شكل يميزها عن الدولة الأخرى. الآن هيا بنا سوياً نجيب أعزائي الطلاب عن أسئلة الدرس. 1. أكمل الفراغ في الجمل الآتية بما يناسبها. تمتد فلسطين بشكل من الشمال إلى الجنوب. إذن تمتد فلسطين بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب. تتسع فلسطين في وتضيق في. تتسع فلسطين في الوسط وتضيق في طرفيها الشمالي والجنوبي. ثانياً، قم برسم خريطة فلسطين وحدد عليها الدول العربية القريبة منها. لا تنسى عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مراجعة الدرس ونقل الحل في الكتاب المدرسي.